Le chercheur algérien Mohamed Lamine a pu enfin isoler le virus qui a ravagé le monde ces dernières décennies. Il traite en ce moment un des cas les plus sévères. Notre envoyé spécial, Slimane Boubouker. الجزائر 2037. مرض خطير يجتاح العالم، فبارونة المخدرات قد أضافوا لهذه الأخيرة مادة كيميائية سامة تزيد في وفرتها وفعاليتها ومضاعفة أرباحها، إلا أنها تدمر الخلايا العصبية الدماغ وتعبث بالجينات الوراثية وتترك بقعا بنفسجية في جسم المصاب. وأمل مرضى هذا الداء هو هذا الباحث الجزائري محمد الأمين المكتشف للدواء، والذي عاد من أمريكا ومن بريطانيا ومن عواصم أوروبا بحثا عمن يمول مشروعه شريطته. وهدا علاش ما حبش يخرج الدواء تاعو؟ لازم له بزاف دراهم. هاي الدوله تعطيله. ماشي حاجه اللي قادر عليها الدوله. اليوم جا من الماريكان. صح، علاش في الماريكان ما يعطيولوش دراهم؟ ياك حتى هذا المرض عنده من تما. الاكتشاف تاعو راهم يضربوا عليه لوروب والماريكان، وهو حب يدخل الجزائر شريك. شحال عندهم اللي يدخل السبيطار؟ عنده 4 ايام. سي با بوسيبل لي ريزولتا تبدلو 24 ساعة. هذا هو المشكل تاع هذا المرض. يكون ستاب. سوبيتمون يديفلوبا. يلزم نشوف المريض. واش راك لاباس؟ راني تعبان شويه دكتور. هو لاباس عليك؟ اقسم بالله غير هو محمد لامين اللي قرا معايا. زعما ما عرفنيش، لا لحد تبدلت وليت ما نتعرفش. ميماد محمد لامين هو، اقسم بالله غير هو. كثر يا مالي مويان الشيخة تاع الفرنسي فريدة، سيرفيور جينيرال دروبي، سعيد اللي كان يقعد موراك. سعيد ردي بالك في جرحي، سي تخي دونجورو. واش بيه؟ وانت واش راح لك اذا الدواء تاعك تخدم في الخارج؟ ياك المهم يدخل لهنا ويجينا لهنا للبلاد. لو كان ما تكونش الجزائر شريك في المشروع، ما يلحقناش الدواء حتى يموتوا النص من المرضى. نهار يلحق يموت النص الاخر. وعلاش؟ خاطر ما يقدروش يشروه. وانت واش معول دير؟ المشروع تاعي راه عند وزير البحث العلمي وراني نستنى. نعرفك انت من الصغر، الحاجه كي تحبها توصل ليها. ما قلتليش واش اللي وصلك لهذه الحالة.
يا الدنيا فيك حكاية وحكايات. تعرف خويا مين مات؟ سبتي كريم البابور. هاك عمر راسك هاك تخطيني تان دا يا كريم. مالا قتلي شيخة ما خلاتكش تدخل حتى تجيب باباك. وانا غير بابا لي ما نجيبوش. شيخة العربية اللي قالتك هكذا؟ لا لا تاع الرومية. واش بيك تسعد؟ قارو دار فيك هكذا يا الناس راهي معتشكك شبيك. ما تلومنيش راني نتعلم. خسارة كاخر جات تاع العربية. بصح معليش مازال يحفظ شي كلمات نقدر نصرف معاه. غاد نروح معاك للمسيد ونفري هذيك. وما تنساش انا وليد عمت شيخ باباك. هاك ميلونجي هاك هاك ميلونجي باش تحكم التوازن تاعك. او هذا ريح نخاف يشموني الدار. شبيك يا اخي طنه يا اخي كاين 1200 حاجه تنحي منها الريحه والدوخه. وشبيك اشرب اشرب راني هنايا. كريمو 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 أو في حمايتي. هذا يزمي يتأدب يا البابور. يتأدب واش دار لك؟ بعته يخدم لي خدمة خرجني صحراء. واش تفهمنا من الصندل تحت ليك ومن الصندل فوق ليا ودوكا في السيكتور ديالي غير راح تروح. هاي فيك الله غنعاود لك التربية يا حقار. تذكرني غير أنا كي ما عنديش خويا قدك. شحال من مرة تبعتني نسرق وما تعطيني حتى دورو وكل يوم تقاطع لي وما تخليش نروح للمسيح. واش غبت عليك القرايه حبيت تحبس كاع الناس منها؟ وعلاش انت لحقت باش تقرا؟ ماشي كيف كيف المسيد اللي كنت نقرا فيه هرب والشيخ اللي كان يقريني مات. خلي الولدي يقرا بركه ما تسوفتش فيه. وهذا راك تربي فيه انتيا. انا ما راحش يسوفت فيا. ايا قادر روحك وعرفت راك تهدر. اطلع ماشي كيف كيف هذا ماجوري فاكسيني وراك بديت تخلط. اعطي الريح رجليك خيرك. ما يكون غير خاطرك يا البابو يا شريدان. احنا ماشي من والا. اي هيا راك معايا من البابور ما تكسرش راسك. اقعد قعد. واش من سنه تقرا؟ سنه سادسه. شحال في عمرك؟ 11 سنه. 11 سنه؟ بقي ما عندكش خوك الكبير. على هذا يحقروني. وما عندكش باباك؟ عندي بابا. ايه كيفاش؟ عندك باباك وراك في الزنقه لهذا الوقت؟ بابا بابا راه في دومي ما يدخلش للدار حتى نحدش تعلي. ويماك ما تحوشي عليك. يما كرهت شدت شدت كي شافت بابا ما عاوناش فشلت ولات مرونشي غير مع الكارابول. اش فانتكار في الاخر ما تلقى غير البابور هو اللي تهلا فيك. هاك دب هذا تراك صغير. سعيد في السيكتور هذا اللي مثل الاوامر فهمت؟ كي بابينغا ما في بعدك تسرق ما يعطيش الباي تاعك. صح واحد المره سرق ذهب تاع جارتنا. ذهب تاع جارتكم؟ هذه حكايه حلوه بنت بلي شاطر. احكي لنا ذهب تاع جارتكم.
كريم ولا غربطيت. واش بيك ما قدرتش نوض رقدت؟ واش بيك مقلق دوك نفري عليك؟ ياك عرفت شكون انا؟ وليد عمت بابات خالتي. هي استعرب بيك هاي نفريها لك. نعم خويا. السلام عليكم حاجي. السلام عليكم. ها تما شوفوا شيخه تاع الفرنسيه. تفضل خويا. صحيت حاجي. يا سعيد يا سعيد غاول اطلع اطلع غاول. هاي هاي اروى. وي. بونجور مدام. بونجور. مدام pourquoi toi sorti lui de la classe? Mon père est le Sahara. Il est sorti de l'huile de pétrole. Et moi, je veux que son père ou sa mère. Sa mère, madame. Madame, c'est haramat. Ma mère n'est pas sortie à la rue. Hein. Écoutez, je n'ai pas de temps à perdre. J'ai des cours à donner. À part son père ou sa mère, je ne reçois personne, c'est clair? هاي تبعني هاي. شفتي خوك؟ من الزنقة ما يتلمش. البيه مقرب يوصلو كل طابو عنده شهر ما حلوش. بصح باباك. باباك هو السبة. عجبة. كاين راجل ما حلبلوش بولادو. ماما خليني نركز غدوة عندي امتحان. ركزي ركزي يا بنتي لكن راهو يركز معك اشي خير او جا اخوك اليوم نفريها معاه مساء الخير خالتي جميلة مساء الخير وليدي وش راك محمد لا بس لا الحمد لله وش راهي يماك لا بس لا راهي تسال عليك يسلم خالتي جميلة السعيد ما كاشو في الدار السعيد راهو في الزنقة محمد وليدي وعلاش ما تجبدوش ليك ياك نتوما صحاب هذا وجيت ندير يا خالتي جميله هاد اليامات سعيده وتهرب مني بزاف صحه ميمات صحه سعيد على السلامه هذا وين تدخل للدار وين كنت يا ولاد ما تحشمش صاحبك عند الباب وانت صادم للدار عدرو يا وليدي هاد اليامات ما على باليش واش بيه معليش خالتي جميله سعيد خويا ما شتيش الصاصي تاعي؟ ما شتوش خليني نقرا. ما نهضر معاك. وراك رايح يا ولد؟ استنى تشوف يجي باباك. استنى يا سعيد وينك رايح؟ استنى نهضر معاك. يا ربي يا ربي وش عملت مع هذا الولد يا ربي؟ يا كريمو كاش كمية بالصباح هاي نسنى فيك راني في المونك راني كي مهبول عم بحرك علمتك كيفاش تكيف هاكي الرجال بلا خوف دوك لازم تعرف كيفاش تجيبها هادي ما تجيش باطل لازم لها الدراهم خلي بالك ما عنديش دراهم كاملين تجيبهم كي تحب منين؟ اسرق ذهب تاع يماك تاع خالتك تاع نانا ذهب تاع يماك من نهار سرقت لها الخاتم ولا تخبيه حتى الجيران ولا ما يثقوش فيا يا كريم جبت لك حاجه جديده البنه جديده دوق دوق خطيني انت نضيع يا كريم غمض عينيك وبلعها تحس روحك راه تطير تحس روحك مع السحاب تولي تنسى كاع شيوخها ما كاش لا مدير لا والو انت هو السلطان هذه خير من الزلا مسطوره واش ربها وين جات لازم لها الدراهم لازم لها الشطاره على هذا جبت لك اليوم درس كيما لازم الحال شوف الدرس تاع اليوم اسمح لي يا كريمو يما ما خلتنيش نغرب حتى غفلتها باش خدت نهرب شوف المره الاخرى اللي نزيد تبطا الوقت هو الوقت فهمت اريح اليوم جبت لكم درس جديد لازم تحطوا رساكم فيه
درس اليوم لازم تمخمخولو مليح معايا. هذا الدرس وسمو سرقة الجيوب والتصدام. عندك واحد الطريقة في التعليم تعلم خير من الأستاذ تاعنا. ما تكوبينيش، كي يكون نشرح واحد ما يحبسني. عندك كسؤال خليه آخر الحصة، تبعوا معايا. شوفوا خدمتنا كيفاش تبدا. جيب الفوقاني تاع الفيستا واسمو السطح، جيب الدخلاني يقولوا له القلب، الجيوب التحتانيين واسمهم الباهي، الجيوب تاع السروال واسمهم الواد. فهمتوا؟ البورتفاي واسمو الجلدة، والدراهم واسمهم العط. فهمت سعيد؟ معلوم فهمت. كي تقول الجلدة راهي في الباهي معناتها البورتفاي في الجيب التحتاني تاع الفيستا. وانت؟ انا تاني فهمت، كي يجمع العط راهم في الواد الوغراني، معناتها الدراهم راهم في الجيب الوغراني تاع السروال. نستعرف بيك، نستعرف بيك. وفي خدمتنا لازم السيريو، تغمض عينيك تعمل راسك مليح، ما تستعرف لا شيخ لا عجوزه لا حتى واحد، ما يغيدك حتى طفل صغير. وخدمتنا لازم سكوتي. فهمتوا ياك؟ يعني؟ فهم يا شيخ. سعيد غدوه البونكا. اجت خبزه. تكون مرا؟ لا لا راجل يبس قلبك. كيما فهمتك؟ فهمت. راك واجد؟ انا واجد. او خرج اي دوك الفلو هاي تبعني. قول للرشيد يدخل. ها صح. ايوه تفضل. حضرات قهنا. شوف حضرات، اللي سرقني ما شفتو ما شافني، واللي ما سرقنيش شفتو شافني. خلينا من اللي شفتو شافك، حكي لنا بالضبط كيف سرقوك، واش من جهه، وشحال كان عددهم. في الحقيقه انا خرجت من البنكة قبل المارشي، هما كانوا بين زوج. واحد قال لي عندك الزواق في ظهرك، بدا يمسح لي في ظهري، وانا قلت له يرحم والديك. والاخر طنيت كان يسرق فيا وانا الاخبار. عفسه قديمه حضرات. ايه قل لي شحال سرقوا لك؟ مليون و200. قلت لك كاين 1200 حاجه تقدر تجيب بها الدراهم. ما تنسانيش في الباي تاعي يا كريمو. واش من الباي تاعك؟ هادو دراهم سلعه. هادو كاع سلعه. هادو قليل شبيك نسيت بلي اخويك ولا غروسيست. واش راكم بعثوا لي كوارتو في البوستة ماشي خير؟ بدا دخلك الفهامه. نزيد نكسر راسي انا بكوارتو. كوارتو هام لي كوين يروحوا. هذه كمل التربيه نتاع والديهم، يولدوا يرميو في الزنق حسبتهم الزنقه تاع ربي. ما مش كامل الناس يفكروا كيما انت. لازم نعرف النفسيه نتاع الطفل. التربيه راهي فين يا حضارات، ماشي من ولا لي ربي. على كل حال احنا مهمتنا نلقيو القبض على السرقة، نقدموهم للعدالة وهي تقتص وتاخذك الحق ديالك منهم. من هلك النهار دراهمي نلحقوا لك. راك فاهم يا كيفاش نديرو؟ ركز غير مع السنسلة، شوف فيها مليح، اخطف وهرب، اعطيها مع الدور تلقاني مور الوالد. كيما تفهمنا؟ راني خايف يحكموني يا كريم. واش بيك بتي؟ أصبحت عاود لي غير في هذه الكلمة يا كريم. إذا راه خايف خلينا نخطفها. سعيد قلنا كل واحد والتخصص تاعو. جاية يا كريم. أك واجد يا كتير. شوف راكي خويا الصغير هكذا، أنا واثق فيك تقدر لها. أنا نروح معك سعيد. أتهلا. واش راك خايف؟ شوية برك رجلي رميت رعدو. كورس كورس ارد باك على السلسلة. تخمو غير على السلسلة، ما تخموش عليا انا. ما تخلاش النقص يا الفتي، خلي بالك كريم عنده معارف صحاح. انا ديما يا جهد. هيا جاي السلسلة.
الله يا وقت السرنا. ماشي انا قبضتك ها جي احمك سيد ماشي انت وادي ما تحشمش ماشي انا فلا سرقة مزيحك مكسيد شوف خويا روح قول الطفلة تلحقنا لمركز الشرطة رانا داين راه ما عندنا خويا تبعني تبعني قلت لك انا تبعت ريمو روح ما نيسك انا راح للشرطة اسمعي كيفاش ندير دوكا سلسلة سلفتها من عند الجارة اخا معليش نورمال ما تقلقيش يا بنتي راهم حكموه وراه في الكوميسارية خلاص يعطيك الصحة عمو نمشي نروح للشرطة على كل حال اللي سرقوك رانا لقينا عليهم القبض ريح الله يقويكم عليهم يا الحضارات ايه بصح رانا في حيرة وعلاش ما صبتوش دراهمي دراهمك ما همش في الحساب إيه اللي سرقك قاصر طفل صغير ورانا حائرين يا ترى نعاقبوا باباه ولا الطفل القاصر اللي سرقك اوه يتعاقب باباه واش بيك طفل صغير باباه باباه اللي يتعاقب ويستهل روح جيب الولد روح تفضل شوف يزيد فضلك سعيد وليدي لا سرقت لا سرقت باباك بلا ما فقت ما نخبيش عليك كي سرقتو كنت على بالي بصح ما قدرتش نولي للنور وما قلت لحتى واحد على بالك حالة الصغر كنت معمر راسي وعلى بالك بابا رد الزعف على يما وهذاك النهار حاوزني ومن تما خيرت الطريق تاعي ما بتفورسيش على العرق بالسياسة بالعقل وانت كيفاش وليت باحث كنت ندروكي في الانترنت كي رحت الليسي تستعولو وقت فراغي كامل جوزو في السيبر من كثرة حبي للطب الحاجة اللي تخرج جديدة نقرأ عليها في السيت على ميتين
واحد المرة دخلت للسيبر، حكمت بلاستيكي العادة، كان واحد الإنسان كل يوم يتبع فيا وش راني ندير. داك النهار جا هضر معايا، اقترح عليا ندخل في الخلية نتاعهم. في الأول تغريت، وكي شاورت بابا قال لي رد بالك، راهم يسرقوا في العابة غيرها. مازال هجرة الأدمغة. ألو؟ مستر محمد لامين؟ أنا عماه.